التحدي اللي بتواجهه الأم، على خلينا نبتدي على التحدي على المستوى الروحي. يتهيألي لأنه الحياة بقت فيري ستريسفول، بقى في ضغوط كتيرة في الدنيا. يعني النهاردة الأم من مثلا 50 سنة، الأم كان بيبقى عندها 10 مثلا 12، تحبهم وتعمل لهم أكل وتعمل لهم وتطرز وتعمل تخيط، وعندها لسه وقت تزور الناس وتتزاور وتعمل كعك وأكل وكل الكلام ده. ما فيش القصص دي دلوقتي، الحياة مليانة ضغوط وهي بتشتغل برا وجوا، بالظبط. بترجع على البيت كمان وبتهتم بالأولاد. فزي ما بنقول هي بتلبس ديفرنت هاتس، يعني هي أم وبنت، بنت مامتها، وهي زوجة، وهي يمكن تكون جدة، وهي ممكن تكون عاملة تشتغل أو خادمة، أو بتكون مثلا جارة وصديقة وأخت، وكل واحد من الناس دي محتاج من هذه المرأة حاجة معينة. فبتيجي على آخر اليوم هي ما عندهاش وقت لنفسها. مظبوط. يعني عادة للأسف اللي بيحصل إن بنهمل علاقتنا مع ربنا لأنه مفيش وقت. ولما بتقول بنهمل علاقتنا مع ربنا، ايش المفروض تعمل؟ يتهيألي زي ما أنا بأكل نفسي وأشرب نفسي 3 وجبات، وبين الوجبات بناكل وبنحلي ونشرب مية ونشرب عصير. الحياة الروحية برضو عايزة غذاء، والغذاء اللي احنا فاهمينه بيجي من كلمة ربنا. اكيد. فأنا محتاج أبتدي يومي بأن أنا أقعد قدام الكلمة المقدسة وأقول يا رب أنت عايز تقول لي إيه النهاردة؟ عايزني حتى أبارك عيالي إزاي النهاردة؟ عايزني أبارك جوزي إزاي النهاردة؟ عايزني أبارك المجتمع اللي أنا فيه إزاي النهاردة؟ قد يكون أنا محتاج أتعلم حاجة، محتاج أحب أكتر، أغفر أكتر، أسامح أكتر، أطول بالي أكتر، أصبر أكتر. فأنا عايز أقول من غير الكلمة المقدسة، من غير وقتي اللي بقعد مع الكلمة، مش بتغير كتير.